سلام حبيبتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله، ربي يداومها عليكم وعليا ان شاء الله. اليوم حبيت نبدا معكم يعني فيديو تاعي بوصفه للتسمين، يعني بمكون اللي هو الشوفان اي الخرطال مع الياغورت. هذه وصفه يعني للناس اللي حابين يسمنوا، راهي تسمنهم يعني. وبعدك يعني نكملوا مقتطفات يعني في الروتيني المسائي واش راح ندير، يعني خليكم معايا في الفيديو. نرجعوا للوصفه تاعنا تاع زياده الوزن، يعني هذه الوصفه راهي تسمن وتزيد في المناطق الانثويه. المكون الرئيسي اللي فيها اللي هو الشوفان اي الخرطال هاوليكم، والمكون الثاني اللي هو الياغورت. وهنا ديروا اي ياغورت يكون متوفر عندكم. انا الشوفان تاعي راني مفرغاته ودايرته في البورتمونجي، والياغورت ديروا اي ياغورت يكون متوفر عندكم. ونحتاج كذلك موز، يستحسن ان يكون عندكم الموز، واللي ما مش متوفر عنده الموز يعني تقدر تستغنى عليه، بصح هو يحب هذا ان يكون كاين الموز. نزيد هنا انا يعني بما اني مش حندير كميه كبيره، حندير غير شويه برك، باسكو دوكم بعدا يعني بعد العشاء تما هي شويه تدهم، يعني حندير معكم غير كميه قليله. هايكم درت الشوفان ونفرغ عليه الياغورت، ونخلط المكونات تاعي مع بعض. خلط يعني الشوفان مع الياغورت. انا باش نكون هنا راني درت غير كميه قليله، يعني درت غير في الصحن هذا الصغير. انتما يعني تقدروا ديروا في الغرفيه، يعني تقدروا هذه يعني تاكلوها يوميا، يعني اللي ما عندهم حتى مشكل في الحيطوما تاعهم يعني ياكلوها يوميا، يا يعني ما دير والو بصح يعني تسمن مده قصيره. قلتكم ونحتاجوا الموز. هنا هايكم انا بعد ما يعني درت الخليط نتاعي، درت فوقه يعني الموز، قطع تاع الموز. سواء يعني ديروا الموز هكذا قطع وتاكلوه معاه، والله يعني تاكلوا الخلطه وحدها وتاكلوا حبه موز وحدها. يعني انا نفضل اني يعني نقطع الموز، انا كي ندير كميه كبيره ندير موزه كامله، انا هنا درت غير كميه قليله، تسمى خذيت يعني ربع موزه برك، قطعتها قطع كما راكم تلاحظوا. كما قلت لكم تحبوا ديروا الموز قطع هكذا وتاكلوه مع الخليط، او يعني كي تاكلوا الخليط تاكلوا حبه الموز يعني وحدها. يعني يستحسن ان يكون كاين الموز في الوصفه هذه، اللي ما قدرتش يعني توفر الموز تاكل غير الشوفان والياغورت وحدهم. انا يعني دوك ناكل يعني الخلطه نتاعي ناكلها، وبعد ذلك يعني نمشو نكملو مع بعض واش راح ندير. هنا حبيتي انا خرجت نحيت التفاح يعني من الشجره، نحيته كامل، كان يعني الاخر بزاف يعني اللي طاح لي كلها الوعال وكلها البرزوزو، وليت خرجت يعني نحيته. كنت حابه نزيد له يامات باش نحيه، بصح كي شفت بلي بدا يطيح بزاف وبدا ياكل اللي فيه النمل والبرزوزو، وليت يعني نحيته. هاوليكم، اتمنى الصوره تكون واضحه. هذا التفاح تاع دارنا يعني تاع الشجره تاع دارنا، باقي يعني نحيتو. هاوليكم نحيتو كامل، والاخر يعني طاح لي قلت لكم كلاهو لي البرزوزو. هنا نحيت الانجاص، هذه انجاصه وهذه الصغيره يعني نحيتهم. دوكا نغسلهم ونديرهم في الفريج ديالي يبردو بعدا ناكلهم. يعني مزال شويه ما طابش، بصح انا ما نحبش ناكلو كي يكون طايب بزاف، ما نحبش ناكلو، نحب كيما راه هكا، نبي يعني ناكلو كيما راه هكذا، كي يطيب بزاف ما ناكلوش. مام يعني التفاح كنت ناكل فيه يعني قبل ما يطيب، طاش مالك كي طيب ما نحبش ناكل، ما عارفش شكون كما كتكون نحيتو كامل. هاوليكم الصوره تكون واضحه. هنا انا درت الخبز، يعني كنت شاركته معكم من قبل، يعني دوك نحط لكم الطريقه في صندوق الوصف. هاني درتو هنا، راني خليته يخمر. هنا راح ندير تشكشوكه تاع بصل. هنا عندي الفلفل الحلو والفلفل الحار، قطعتهم شرائح كما راكم تلاحظوا. هاوليكم يعني كنت غسلته ونقيته جيدا ونحيت الزريعه وقطعتها بهذا الشكل، كذلك البصل يعني قشرته قطعته شرائح كما هكذا، يعني دوك نقشر حبه الطماطم نزيد نقطعها شرائح، وندير الكمون والفلفل الاسود وثوم. هذا واش راح ندير والملح يعني للتشكشوكه تاعي، مع طبعا مع الزيت والسلقاني درتو راه يغلي. عليكم انا بعد ما كملت يعني قطعت الطماطم تاعي، درت يعني التوابل، درت الملح ودرت فلفل كحل ودرت كمون ودرت زيت. دوك نحطها على النار ونغطيها ونخليها يعني تقلى مليح، بعد ذلك نسكر عليها والسلق راهو يطيب.
هنا هاي لكم انا التشكتشوكه تاعي يعني بعد ما حطيتها على النار وغطيتها، يعني البصله هذه والفلفل والطماطم يعني طلقوا الماء تاعهم، زدت لها هنا غير فنجان باك تاع ماء، ودوك نغلق عليها ونخليها تطيب. اضفت فنجان فقط تاع ماء، ودوك نغلق عليها ونخليها تطيب. هنا الخبز انا يعني تاعي بعد ما يعني خمر ودرته في البلاطوات، خليته يعني زاد خمر، درت له هنا البيض. يعني قلت لكم انا كنت شاركت الطريقه معكم من قبل، نخليها لكم في صندوق الوصف. دوك نشعل الفرن تاعي وندخله يطيب ونروحوا نسيقوا مع بعض. يعني هذا العشاء تاعي يعني كان خفيف، عشاء صيفي خفيف هذا، والشريق يعني مع السخانه هذه. هنا شفتوا كان تاعي هنا صار جاهزه، يعني هاي طابت لكم بعدين وهيكم صحن التقديم. وهنا جبت مقله درت فيها صلصه طماطم، يعني كانت عندي صلصه طماطم يعني جاهزه درتها في المقلات، ضفت عليها برك شويه تاع ملح، ودوك يعني ندير السلقه تاعي يعني اللحم. هنا هكذا السلقه تاعي انا صار جاهز، يعني هاو طاب، يعني بعد ما رحتو يعني في ديك لاصوص تاع الصلصه هذيك تاع الطماطم وخلطتو جيدا، خليته يعني مده 10 دقائق وطفيت عليه. هنا يعني حتى الوقت التقديم تحبوا تخلوه كيما راه هكذا، انا يعني دوك بعد نقسمه على زوج، كاين اللي يحب ياكل فيه البيض ندير له فيه البيض، واللي ما يحبش نخليه له كيما راه هكذا برك، يعني بصلصه الطماطم. نتمنى الصوره تكون واضحه، دوك بعدين نوريكم صورته في نوريكم في شكله في صحن التقديم. وهنا درت البيض راه يغلي للسلطه. هنا راني دايره الخبز هاو دخل في الفرن هاو يطيب، اوكي يطيب نوريكم شكله. هذه الخبزه الاولى ها هي يعني طابت، هاي لكم دونك جست برك نحيها من البلاطو، نحط لكم الطريقه تاعو في صندوق الوصف. هنا ها ليكم انا التشكتوكه تاعي صارت جاهزه، نتمنى الصوره تكون واضحه. ها ليكم هنا السلق سلطه والخبز، قال غنقول لكم صحه عشاكم. بعد ما يعني تعشينا وخصت لهم معن، يعني عقبت نشافه على الكوزينه، هنا يعني دوك راح ندير دوش خفيف
هنا انا بعد ما يعني ندير دوش خفيف هاش حنلبس هذه لا روب يعني جايه ديكورتي جايه ميدي، اتمنى الصوره تكون واضحه. وبعد ذلك يعني نرطب الجسم تاعي بفازلين، انا مستغناش عليها دائما يعني نرطب بها الجسم تاعي كامل، ما تخطينيش يعني من تخلص لي نشريها. وبعد ذلك يعني عندي البريم بارفيمي هذا فوغ، الريحه تاعو طوب، ما عندي ما نقول لكم تهبلتها بريحتها. نرطب اليدين تاعي، ترطيب البشره تاع الوجه تاعي، وللمناطق الحساسه انا نستعمل هذو الزوج زيوت، زيت الورد وزيت الليمون. نعم لكم هذو ما نستعملهم يعني رطب بهم المناطق الحساسه تاعي، يعني نمسح بهم يعني يوميا نمسح المناطق الحساسه تاعي يعني بزيت الليمون وزيت الورد. حطهم بجهه باش يسيحوا ليش على القش. اتمنى يعني الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعمل فائده. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.